تجمع نحو 20 شخصا أمام مصلحة السجون الفيدرالية الروسية بالعاصمة موسكو الثلاثاء للاحتجاج على حالات التعذيب داخل السجون. الوقفة جاءت بعد كشف الناشط المعارض إلدار دادين تعرضه للتعذيب على يد حراس السجن وتعرياته وتهديده بالاعتداء عليه جنسيا، وطالب المحتجون السلطات المسؤولة بوقف التعذيب فورا. دادين كان يحمل مرة لافتة والسجن سنتان ونصف بسببها، سنتان ونصف سجنا فقط أن تخرج إلى الشارع مع لافتة، والآن هذا الشخص ليس فقط خلف القضبان بل يتعرض للتعذيب، كيف يمكن أن نتسامح مع ذلك؟ كيف يمكن لأي شخص حضاري يتسامح مع هذا؟ لا أستوعب الأمر، لذلك نحن هنا وأنا هنا. وقال دادين في رسالة إلى زوجته ووصلت إلى وسائل الإعلام الروسية إنه ضرب وعلق بالأصفاد في سجن شمال غرب البلاد قرب الحدود الفنلندية، وطالبت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عنه فورا ومن دون شروط، وتعاقب السلطات الروسية من يخرج في مظاهرة غير مرخصة بعقوبة تتراوح بين غرامة باهظة والسجن 5 سنوات.